سالو، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس يا ربي. اليوم عندي لكم صفه بلا متاع خلطه بين الاشي بارمونتي وبين الكراتان، ياسر بنين. تبعوا معايا الطريقه، ياسر ناجحه. في طاوه ولا بوال سخونه تحط الزيت وتحط كعبه بصل متوسطه مقطعه جويده، تخليها تتقلى حتى لين تذبل. زيد عليها كعبه فلفل زيت مقطعه جويده، تخليهم ياخذوا شويه لونه كي يتقليو شويه، وتزيد اللحم المفروم نتاعك. الكونتيتي تقريبا نتاع اللحم المفروم تقريبا 300 غرام هكاك. المهم يزم يكون ماهوش بارد وما تحركوش برشا، تخليه حتى لين يتلون باش نجم تحركو، باش هكاك ما يسيبش ماء وما يوليش الطعم نتاعو باسله، يقعد معناتها يولي تخليه هكا يتقلى ويعمل كراميليزاسيون، يتكرمل معناتها، باش هكاكا تاخذ منه البنة الكل. كيما ريتو نحاول ما نحركش ياسر ياسر. وقت اللي تقلى سيب البي، وانا زدت كعبة طماطم مقطعة جويدة. توا بيانسور نجمو نحركو خاطر طمنا اللي اللحم تقلى بالقدا، ونزيدو كعبتين سنانتين ثوم، بليتو سنانتين ثوم. ومن بعدين توا باش نبداو نفوحو. الملح بالطبيعة، نجمو تذوقو الملوحية. وين هوني حطيت اعشاب فيهم حبق وفيهم كليل، وحطيت معهم الرند، وزيد حطيت حتى حبق اخضر. يا خساره ما تصورتش اللقطه وانا نحط فيها. هيك هو الحبق الاخضر اللي خليته، اما حتى حبق شيق الشيح سامحوني نجمو. سيي توا اللحم طاب وتقلب البيش، نحضروا الصوص بشاميل. هوني خليت مغرفه زبده وقت ذابت، وانا زدت مغرفه ونص فرينه. كيف كيف سامحوني اللقطه ما تصورتش وانا نزيد في الفرينه. المهم خلطتهم حتى تتقليو بالباهي، وزدت عليهم الحليب مش الكل فرد وقت، زدت شويه كهو وقعدت نخلط. وقت اللي تحصلت على قوام كيما الكريمه اليابسه شويه، زدت شويه اخر حليب. وكيف كيف قعدت نحرك، ونجمو تعودوا العمليه هذه برشا مرات حتى لين مش تكملوا الحليب كامل، اما حتى تحصلوا على القوام نتاع كريمه جاريه، وقتها تنجموا تكملوا الحليب الكل اللي يفضل فرد ضربه. انا عندي الكل في الكل حليب 300 مليلتر، ما صبيتهمش الكل كما شفتوا، صبيت بشوي بشويه باش كريمتي بليتو البشاميل نتاعي ما تجيش فيها هيك الكعابر، تجي صافيه. وراي بشاميل ما هيش عاقده، مرخوفه بالباهي. هوني سي حتى غليت اطفيت عليها ملحت، وتنجموا تفوحوها كما تحبوا بالطبيعه. أخطر هي باش تدخل الفور، دونك يلزمها تقعد جاريه شويه، بعدين كيف تطيب باش تولي عاقده اكثر. واصلا معناتها يلزم البلا يرتاح بعد ما يطيب، باش هكاك نتحصلوا على القوام المطلوب نتاع الكراتان تاعنا. نجمو تستعملوها في حتى في اللازانيا بطبيعه البشاميل هذه. انا صبيت على البطاطا مصموطه مع الكركم، وفوحت نفس لفاح نتاع اللحم زدتو عليها. ريتو هيش كيفاش ديجا بدات تعقاد هوني، هيك علاش لازم تكون جاريه راي البشاميل. ونحطوا الطبقه نتاع اللحم المفروم نتاعنا. كما قلت لكم انا عملت حاجه تكفي، مع طيبت هذه يكفي لزوز عباد، تجمو تعملوا اكثر بالطبيعه. وحطيت زيد فرماج ادام، انا ديما نستعملوا اكثر نوع نتاع فرماج يعجبني، نجمو تحطوا النوع اللي تحبوا عليه انتم. وخليتها في الفور على 180 درجة ولا 200 درجة حتى لين تاخذ اللون مزيان هذاك، خاطر كل شيء عنا طيب. وردوا بالكم ما تجمو تبداو تاكلوا منها كما تخليوها ترتاح ربع ساعة باش تجيكم القوام المطلوب هذاك، القوام المزيان يزمها ترتاح ربع ساعة قبل ما تبداو تاكلوها. وانا رشيت شوية حبق شايح من الفوق، وان شاء الله تكون عجبتكم الرسات وتاكلوا بالشفاء.